وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أساساً متيناً للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات وتأهيلها وتدريبها مهنيا وفنيا وشخصيا. واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة. أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن خالص التعازي لصربيا في ضحايا حادث إطلاق النار الصادم بمدرسة بالعاصمة بلغراد، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص من بينهم 8 أطفال وجرح آخرين. في سياق آخر، أعربت مصر عن خالص التعازي لرواندا في ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي سببتها الأمطار الغزيرة وخلفت مئات الضحايا والمصابين. أفادت وسائل إعلام نقلا عن شهود عيان بتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة وبحر في الخرطوم، وأشارت المصادر إلى استمرار تحليق طائرات الجيش السوداني فوق الخرطوم، فيما رد الدعم السريع بالمضادات الجوية. اتهمت الرئاسة الروسية الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مقر الكرملين، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أو عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن محاولات واشنطن للتنصل من المسؤولية عن الحادث سخيفة. على الجانب الآخر، اتهم متحدث باسم البيت الأبيض موسكو بالكذب فيما يتعلق بتحميل واشنطن مسؤولية التخطيط لهجوم بمسيرات أوكرانية على الكرملين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على حيين آخرين من مدينة بخموت خلال اليوم الماضي، مع استمرار القضاء على القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من المدينة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خلال إفادة صحفية أن خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك بلغت نحو 255 جنديا خلال 24 ساعة.